مفيش اي مرايه، حاسه انا شكلي باظ. لا مرايه ايه، احنا مستلمينك شكلك بايظ. اهلا وسهلا فيكي هنادي مهنا بمطعم كاظم ريستورانت. اللي هيتطربق فوق نافوخك دلوقتي. بتحب الاكل؟ بحب الاكل قوي. انا طفسة قوي. ثانك يو. اه هيدي ده ملبن صح؟ ملبن يس صح. سيريز. ادوق عادي دلوقتي؟ ايه اكيد اذا بتحبي. دوقي دوقي. ثانك يو. ثانك يو. طيبة؟ طيبة بس كسرت لي نابي. بدك مي؟ او شاي؟ لا هيدا ملبن فيه. طيب اه حلو قوي. حلو بس هو بيحشر في السنايا. البنت دي عندها جيوب في السنان. شو علاقتك بالمطبخ؟ والله انفصلنا من اسبوع، المطبخ طول لسانه عليا وحدفني بالثلاجه. شو هي اكثر حاجه شدتك لزوجك احمد خالد صالح؟ الوان شرباته شدتني الحقيقه. بيتعبك بالاكل خالص؟ لا لا خالص، ده بيهرس اي حاجه يرميها على الترابيزه. ديك النهار رميت له رشاط رز حمضان فرمهم. طب وشو اكتر اكله بيحبها من ايدك؟ هو بيحب اكتر اكل من رجلي. بصي في يوم كده كنت عايزه اعمله خضار وباظ، المهم انا قررت ان انا اقلب الخضار ده اعمله بيوريه. اوكي اوكي. اتقلب من بيوريه لفلوتيه، يعني ما بين مهروس. الشوربه وما بين الماش بوتيتوز. هي قصدها العجين عجن دقها، ودي بقت اكتر اكله بيحبها في البيت. لا ده عبيط، دي كده متجوزه وزه. اه هيدي فكره الشيف فخرت كبير الطهاق. نايس. هن بيرحبوا بهالطريقه لما يكون عندنا في اي بي جيست. نايس. اه عندنا واحد متطهر فبنحتفل بيه. وده ايه؟ دي حريقه صغيره. العب. لا مفيش حاجه، دي ست مونا اللي فوقينا اللي الأنبوبة بتاعتها ولعت.